صباح الخير. هنبدأ نتكلم النهارده على سكيليتال ماسل. ريلاكس. طبعا دي مجموعة كبيرة جدا من الأدوية المستعملة، وهنبدأ نشوف ونعمل لها زي كلاسيفيكيشن ونتكلم عليهم واحدة واحدة. علشان نتخيل الأدوية دي بتشتغل فين، احنا درسنا في الأناتومي إن أنا عندي في حاجة اسمها اللي هو الموتور نيورون. هو بيطلع منين؟ بيطلع من سباينال كورد علشان يوصل الى الماسلز. ادي السكيليتال ماسلز اهي. ايه الريسبتورز اللي موجوده على السكيليتال ماسل بتاع الكونتراكشن دي اللي هي بنسميها ايه؟ ام ريسبتور. طب ايه الترانسميتر اللي بيطلع علشان يشتغل على ال ام ريسبتور؟ اسيتايل كولين. لما الاسيتايل كولين بيمسك في ال ام ريسبتور ويبدا يعمل كونتراكشن، في عندي ايون مهم قوي اللي هو مسؤول عن الكونتراكشن، اللي هو مين؟ اللي هو بيخرج الكالسيوم. طيب يبقى انا عندي ادي نيورون بيطلع اسيتايل كولين يمسك في ان ام ريسبتورز. الان ام ريسبتور دي لما بتشتغل بتعمل كونتراكشن، واورجن او ايون مهم جدا اللي هو اسمه الكالسيوم ده اللي مسؤول عن الكونتراكشن. كويس. طب هنا بقى ايه اللي بيعمل لي كنترول للموتور نيورونز دول؟ في عندي حاجه هاير سنتر بتعمل لي كنترول. اهو في عندي نوعين من الترانسميتر. في عندي حاجه اكسايتاتوري. يعني ايه اكسايتاتوري؟ يعني هي هتعمل اكسايتيشن للنيورون ده علشان الامبلس اللي رايحه للمصل تبقى ايه؟ تبقى اعلى، وبالتالي هيحصل ايه في التون بتاع المصل؟ هيزيد، لان هو ده في الاخر هو وظيفته ان هو يعمل يزود التون في المصل. وعندي حاجه انهبيتوري. بيطلع ترانسميتر معين بيعمل انهبيشن للامبلس اللي ماشيه في الموتور نيورون لحد لما توصل للمصل. طب تعال نتخيل ده الشكل اللي هنشتغل عليه. اول مجموعه عندنا من الادويه ودي بتشتغل هنا في الجزء ده. انا عايز اعمل ايه في المصل؟ انا عايز اقلل التون، صح؟ كويس. انا عندي حاجه اكسايتاتوري وحاجه انهبيتوري. لو انا عايز اقلل التون بالعقل هعمل ايه في الاكسايتاتوري ترانسميتر ده؟ هقلله ولا ازوده؟ هقلله. طيب هقلله ازاي؟ في عندي هنا ريسبتورز اسمه الفا 2 ريسبتورز. الفا 2 سمعنا عنها قبل كده. الالفا 2 ريسبتور دي احنا عندنا قاعده، الالفا 2 ريسبتور مفيش الفا 2 ستيميولاتور، كل الالفا 2 بتبقى ايه؟ انهبيتور. طيب انا لو جيت شغلت الالفا 2 دي هعمل ايه في الريليس اوف اكسايتاتوري ترانسميتر؟ هقلله، وبالتالي النيرف او الموتور نيورون يشتغل بطريقه ايه؟ اقل، فيحصل ايه في التون؟ يقل. كويس. عندي ايه تاني؟ عندي في حاجه اسمها جابا بي ريسبتورز، وعندي ده موجود هنا
وموجود هنا برضو بوست نيورونال، وعندي حاجة اسمها جابا اي ريسبتورز. خلينا نبص كده مع بعض. احنا متعودين او عارفين ان الجابا انهبيتوري ولا ستيمولاتوري. اول ما بسمع كلمة جابا اللي هي الجاما امينو جلوتينيك اسيد دي بتبقى ايه؟ انهبيتوري. كويس، تعال نبص هنا كده. يبقى هنا الجابا بي موجودة على ايه؟ على النوع اللي هو الاكسايتاتوري. دي لما هتشتغل هتعمل فيه ايه؟ هتقلله، وبالتالي تقلل الامبلس اللي ماشية في الموتور نيورون. طب بص هنا كده الجابا ايه؟ الجابا ايه موجودة على النيورون ده؟ واي جابا تشتغل؟ ها؟ انهبيتوري ولا ستيمولاتوري؟ انهبيتوري. يبقى انا لو شغلت الجابا اي دي هعمل ايه في الامبلس اللي رايحه للسكيليتال ماسل؟ برضو ايه؟ برضو هقلل. هقولها تاني عشان ما انتوش. انا عندي ادي ماسل، الماسل دي بتشتغل ازاي؟ في عندي حاجه اسمها ان ام ريسبتورز. الان ام ريسبتور دي جاي لها حاجه اسمها موتور نيورون. الموتور نيورون بيطلع مين؟ بيطلع اسيتايل كولين. الاسيتايل كولين لما بيطلع بيمسك في الريسبتور بيعمل يا اما بيزود التون بتاع المصل او بيعمل كونتراكشن، واللي مسؤول عن الكونتراكشن ده هو ايون اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه الكالسيوم. كويس، هاجي بقى هنا على السنتر. انا عندي حاجتين بيشتغلوا على الموتور نيورون. في عندي حاجة اكسايتاتوري وظيفتها ايه؟ وظيفتها لما يبقى التون عندك قليل ها هي تعمل ايه؟ هي تنشط شوية وتخلي لي الموتور نيورون يشتغل ايه؟ ها؟ يشتغل اكتر، فالتون يزيد والكونتراكشن يزيد. وعندي حاجة انهبيتور. طب ايه اللي بيتحكم في دول؟ عندي على بريسينابتك على الجزء الاكسايتاتوري ده في حاجه اسمها الفا 2. الالفا 2 انهبيتور. لو شغلتها ها هنعمل ايه بقى؟ هقلل الاكسايتاتوري ترانسميتر اللي هو اسمه جلوتاميت عامه، يعني مش مهم اسمه. فكده الامبلس اللي رايحه من الموتور نيورون ايه؟ تقل والتون يقل. عندي ريسبتورز تاني. في عندي حاجة اسمها جابا بي ريسبتورز. والجابا عمر ما في جابا ستيمولاتور. الجابا طول عمرها ايه؟ انهبيتور. فالجابا دي موجودة بري سينابتك وموجودة بوست سينابتك، بس لما هتشتغل لو اشتغلت هنا هتعمل ايه في الريليس اوف اكسايتاتوري ترانسميتر؟ هتقلله. لو اشتغلت هنا هتقلل الامبلس اللي وصل. عندي جابا اي ريسبتور موجودة هنا، والجابا ايه دي لما هتشتغل هتعمل ايه في الامبلس اللي رايحه في الموتور نيورون؟ هتقللها وتقلل التون. طب ما كده بقى الموضوع سهل. اما نيجي بنشتغل على سكيلتال ماسل ريلاكسنت بنبدا نقسم الادويه بتاعتنا الى حاجه بنسميها سبازمو ليتيك. سبازموليتك دي حاجة بتشتغل على الجزء ده اللي هنا و بتعمل ايه في التون؟ ها؟ هبدأ أقلل التون شوية. في عندنا مجموعة تانية من الأدوية بتشتغل إنها تعمل ايه في الريليس أوف أسيتايل كولين؟ ها؟ أنا عايز أقلل التون. هعمل ايه في الريليس أوف أسيتايل كولين؟ هقلل الريليس اوف اسيتايل كولين. اوكي، عندي مجموعه ثالثه بتشتغل على الان ام ريسبتور. تفتكر هتعمل فيها ايه؟ انا عايز امنع الكونتراكشن وامنع التون، يبقى بلوكر ولا اجونست؟ بنسميها نيورو ماسكولار بلوكرز. في عندي حاجه ممكن تكسر لي الكالسيوم اللي موجود جوه المصر، يبقى دي برضو هتعمل ايه؟ هتقلل الكونتراكشن وتقلل التون بتاع المصر. يبقى تاني
لإما هتشتغل على النيورون اللي موجودة في السباينال كورد، لإما هتشتغل على إنك أنت تقلل الريليس أوف أسيتايل كولين اللي واصل للسكيليتال ماسل، لإما هتقفل النيورو أو الـ NM ريسبتور بالنيورو ماسكولار بلوكرز، لإما هتكسر الكالسيوم اللي موجود جوه المصل. دي الطرق المختلفة اللي أنا أقدر أتحكم فيها في السكيليتال ماسل كونتراكشن. ولكن نمسك بقى واحدة واحدة. أول حاجة مجموعة سبازمولتك. تتخيلوا هتشتغل ازاي بعد ما شرحت الجزء ده؟ يعني لما اقول حاجه هتشتغل على الفا 2 تبقى الفا 2 ايه؟ اجونست ولا انتاجونست؟ ليه بقى اجونست؟ هتعمل ايه؟ هتقلل الريليس اوف اكسايتاتوري، وده اللي هو التينازيدين. يبقى ده الفا 2 اجونست. طيب في عندي حاجه بتشتغل على الجابا بي، ها اجونست ولا انتاجونست؟ برضو اجونست، وده جابا بي اللي هو اسمه باكلوفين. باكلوفين ده جابا بي اجونست. هيعمل ايه بقى؟ بصوا معايا، ها هيعمل ايه في الريليس اوف اكسايتاتوري ترانسليتر، وهيعمل ايه في النيورون اللي رايح للمسل؟ برضو هيقلل التشارج بتاعه. في عندي حاجة اسمها جابا ايه، بس ده بقى مش اجونست، اللي هو موديوليتور، بيخلي الجابا ايه تشتغل احسن، وده مجموعة من الادوية اسمها بنزو ديازيبين دراجز. بنزو ديازيبين. في حاجة مش عارفين الميكانيزم بتاعها قوي برضو بتشتغل، ممكن تكون بتشتغل سنترال، وهو حاجه اسمها اورفينادرين، وده موجود برضو في الجزء ده. يبقى اول مجموعه يا جماعه بنسميها ايه؟ سبازمولاتيك. هتشتغل فين؟ هتشتغل على السباينال كورد، هتشتغل سنترال، فدي بنسميها سنترال واسمها سبازمولاتيك. ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعها؟ سيبنا من الاسامي، ها لا ايه لاما الفا 2 ها اجونست، لإما جابا بي أجونست، لإما جابا إيه موديوليتور. جابا موديوليتور بتحسن، تخلي الجابا تشتغل أحسن، فتشتغل على الجابا إيه أحسن. في حاجة اسمها أورفينادرين، دي مجموعة سبازمولات. طيب المجموعة دي بتعمل إيه؟ أي حد فينا كده ساعات بنصحى من النوم الصبح ها نلاقي إيه؟ رقبتنا إيه؟ فيها ألم مش عارفين نحركها، صح؟ في ناس تقوم من النوم الصبح تقول لك ايه انا حاسس بالبلدي، بيقول ايه ظهري بالبلدي، ها قافش بالظبط كده، هو ظهري قافش. يعني ايه يا عم ظهرك قافش؟ حاسس ان في كده العضلات ماسكه ومش عارف احركها شويه. ساعات حد بيجي مثلا ياخد خبطه في عضلاته، فبالتالي بتلاقي الحركه بتبقى ايه؟ بتبقى مش حلوه، لان هو بيبقى حاسس بالم وحاسس ان العضلات بقت جامده قوي كده وناشفه. في بقى حاجات امراض تانيه زي مثلا سيريبرال بولسي، زي ستروك، طبعا بتعمل نوع من المسل سباستيستي، بتبقى المسل ايه ريجيد والحركه فيها بتبقى قليله ومسل ناشفه قوي وفيها ريجيديتي عاليه جدا. خلينا ناخد بالنا من حاجه، السبازموليتك مش بتعمل مصل باراليز، امال بتعمل ايه؟ تقلل ايه؟ تقلل التون بتاع المصل. عشان كده المجموعه دي لما بديها مش بعمل بيها مصل باراليز، امال بعمل بيها ايه؟ اسمها سبازموليتك. يعني ايه؟ لو المصل دي فيها سباز ها تفك بس. لكن وكلنا بناكل، هديكم مثلا، في عندنا في السوق حاجه اسمها اللي هو السردالون، في حاجه اسمها المايولجين. اما بيجي لنا الام كده في العضلات بناخد حاجه اسمها مايولجين. ايه اللي فيه؟ معاه انالجيسيك
معاه مسكن ومعاه حاجة من دول. فأنت بتحس لما بتاخد عضلاتك إيه؟ وكلنا بنحس لما بناخد حاجة زي كده بتحس إن كأن عضلاتك فكة خالص، وممكن جدا تحس إن أنت مش قادر إيه؟ مش قادر تتحرك كويس، لأنها بتبقى عاملة إيه؟ بتبقى فكة العضلات خالص. فدي مجموعة لسبازموليتيك. فأنا هستعملها في إيه بقى؟ هستعملها في أي مصر ريجيديتي، هستعملها في واحد عنده أي مصر سباز، ممكن حاجة لو باك بين اللي هو آلام الظهر، ممكن حاجة تورتيكولاس اللي هي رقبته تبقى فيها آلام ولفة، الناس اللي عندها بعض أنواع الستروك اللي هي عاملة لهم مصر سباستيستي. بس ناخد بالنا، بتعمل باراليسيس بتعمل إيه؟ بتفك السبازم فقط، عشان كده بنسميها إيه؟ سبازموليتيك. في حاجة كمان موجودة مع السبازموليتيك ولكن في ناس ما بتحبش تحطها معاها، لكن في بعض التكست بيحطها معاها، اللي هو حاجة بتشتغل على الكالسيوم، بتكسر الكالسيوم اللي جوه السكيليتال ماسل، ودي حاجة اسمها دانترولين. الدانترولين ده كل وظيفته ان هو بيكسر الكالسيوم اللي جوه المصل، فبيعمل ايه؟ بيخلي المصل دي يحصل فيها ايه؟ يحصل فيها ريلاكسيشن وتفقد الكونتراكشن بتاعها. بس الحقيقه ده دي كاركترستيك يوز، ما بيستعملش في كل حاجه، بيستعمل مينلي هنعرف بعد شويه حاجه اسمها مالجنانت هايبرثيرميا مع الساكسينايل كولين، هنعرفه بعد شويه واحنا بنتكلم على النيورو ماسكولار بلوكس. يبقى السبازموليتيك ان حاجات اللي بتشتغل سنترال، وفي عندي الدانترولين، والدانترولين ده ايه؟ سبيسيفيك مينلي، اي حاجه بنستعمل فيها الدانترولين اللي هي حاجه اسمها مالجنانت هايبر ثيرميا بنستعمل فيها الدانترولين. في عندنا حاجة بقى كده يعني ظريفة فاني قوي، مين اللي هيشتغل لي على الريليز هنا ده؟ اللي هو البوتسينام توكسين، اللي هو بيسموه ايه؟ ها؟ بوتكس. طبعا اللي فيكم بيحلم بقى يجهز نفسه لان هي دي الموضة، البوتكس دلوقتي ده حاجة ماشية. بيستعملوه في ايه دلوقتي بقى؟ ها؟ التجاعيد، داخل في حاجات تانية كتيرة، بس هو أكتر حاجة البوتكس ده معروف، أنت بتشوف الواحد أو واحدة عامل بوتكس بيبان على وشه على طول، بتلاقي وشه كده جلده إيه؟ بيلمع قوي ومشدود قوي ومفيش التجاعيد دي موجودة. فده بيستعمل، ليه استعمالات تانية في الطب برضه، هو بيقلل الأسيتايلكولين ريليز، وممكن يستعمل في حاجه زي اللي هو الركب اللي هو التجاعيد بتاعه الوش. يبقى لحد دلوقتي احنا اتكلمنا على المجموعه دي، واتكلمنا على اللي بتشتغل على الكالسيوم، واتكلمنا على بيقلل الريليز. فاضل مجموعه اللي هو مين؟ اللي هي التوبيك الرئيسي بتاعنا النهارده اللي هو النيورو ماسكولار بلوكرز، هم دول التوبيك الرئيسي بتاعنا. كل دي ادويه بتشتغل على السكيليتال ماسل. خلينا فاكرين لما اقول سبازموليتيك ها تعمل باراليسيس، امال تفك سباز تديها في ايه؟ اي حالات سباز، لو باك بين، بين في النك، اي حالات سباز بنستعمل فيها دي لانها ما بتعملش باراليسيس. في عندي البوتسولام، البوتسولام ده بيقلل الريليس اوف اسيتايل كولين، وده يعني استعماله مين بيبقى علشان التجاعيد، ده بيستعمل في التجميل. وفي عندي اللي هو الدانترولين، والدانترولين ده اللي بيكسر الكالسيوم جوه المصل، وده ليه سبيسيفيك يوز قوي هنتكلم عليه في اللي هو المالجنانت هايبرثيرميا اللي بتحصل مع الساكسينايل كولين. تعالوا نبدا نتكلم على التوبيك الرئيسي بتاعنا اللي هو نيورو ماسكولار بلوكرز. بتشتغل ازاي؟
هو بيقلل الريليس الفاستات دي، فالمصل يحصل فيها زي ريلاكسيشن فتفرد، بيقلله ثاني فتفرد خالص كده، فتلاقي التجاعيد اللي على الجلد اتكنشت الجلد راحت. انا بسال بيقلل فاستات كلين نفسه ازاي؟ يعني ليه ريسبتور مثلا ولا بيدخل جوه ايه النحو؟ صراحه مش عارف وما فكرتش اعرف تفرق معايا في ايه؟ يعني المهم ان هو عمل ولا ما عملش؟ ده الاهم يعني. طيب تعالوا بقى نتكلم على نيورو ماسكولار بلوكرز. في النيورو ماسكولار بلوكرز اولا دي ادويه، دي بقى اللي اقدر اقول انها بتعمل ايه في المصل، دي بتعمل باراليسيس، دي انا بديها علشان اعمل بيها باراليسيس عكس الاسبازموليتيك خالص. طيب دول بنقسمهم الى نوعين، في نوع اللي هو بنسميه نون دي بولارايزنج، وفي نوع بنسميه دي بولارايزنج. النون دي بولارايزنج ده ساعات ليه اسم تاني بنسميه كومبيتيتيف، ساعات بنسميه كومبيتيتيف تايب. طيب احنا قلنا دول هيشتغلوا على ايه؟ على ال ام ريسبتورز اهو. النوع اللي هو دي بولارايزنج ده سهل، هو حتى بنسميه ايه كمان؟ ها؟ كومبيتيتيف. هو هيكومبيت مع مين؟ هو ايه الترانسميتر اللي موجود هنا؟ يبقى انا عندي هنا في اسيتايل كولين، فانا هدي حاجه من اللي هم النون دي بولارايزنج هيعمل كومبيتيشن مع الاسيتايل كولين ويمسك في الريسبتور يقفل الريسبتور، فده اسمه كومبيتيتيف تايب او نون دي بولارايزنج تايب. سيبك بقى من ان هو ممكن في هاي دوز ياثر على ال ام ام، مش قضيه، انا عايز المين ميكانيزم بتاعه. ايه المين ميكانيزم بتاعه؟ ها كومبيت مع مين؟ كومبيت مع الاسيتايل كولين على ال ان ام ريسبتور. معنى كلمه كومبيتيشن احنا خلاص عرفناها بقى، مين اللي يكسب؟ الاكتر هو اللي بيكسب، وبالتالي دي هتبقى مهمه جدا واحنا بنعالج التوكسيستي بتاعته. فده النوع اللي هو النون دي بولارايزنج، وده في منه حاجات كتيره قوي. الحاجات الكتيره دي البروتوتايب بتاعنا حاجه اسمها دي تيوبو كيرارين، او اللي هو بندلعه بنسميه الكيرال، ده الدي تيوبو كيرارين وده اللي هو الكيرال. طيب امال الدي بولارايزنج بقى بيشتغل ازاي؟ الدي بولارايزنج ما عنديش غير دواء واحد اسمه ساكسينايل كولين. ده بيشتغل ازاي؟ هنرجع مع بعض بقى للجنرال فارماكولوجي زمان. فاكرين لما كنت بقول لكم هو الاجونست عشان يبقى اجونست ها لازم ايه؟ يمسك ويسيب. اي اجونست عشان يبقى اجونست لازم يمسك ويسيب، لو مسك ما سابش ما بيبقاش اجونست. فدي نقطة مهمة جدا في الساكسينايل كولين. الساكسينايل كولين هيخش ادي ال ان ام ريسبتور، اول ما هيخش هو شوفوا حتى اسمه ايه، ساكسينايل كولين. ساكسينايل كولين ده يشبه مين؟ ها يشبه، بس حجمه ايه؟ حجمه اكبر شويه. طيب قبل ما اخش في الساكسينايل كولين هفكركم كده بالنورمال كونتراكشن. بالنورمال ماليش دعوه بالساكسينايل كولين، هو ايه اللي بيحصل في النورمال؟ ادي ال ان ام يجي يمسك فيها مين؟ اسيتايل كولين. اول ما يمسك اسيتايل كولين يعمل ايه؟
يعمل اكتيفيشن فيحصل ايه؟ ديبولاريزيشن صح؟ وبعدين في هنا انزايم اسمه ايه؟ ترو كولين ستريس. يوم جاي عامل ايه ترو كولين ستريس ده؟ ها؟ مكسره فشاله. اول ما هشيلوه هيحصل ايه؟ ريبولاريزيشن ويجي موليكيول تاني يمسك وهكذا. يبقى هنا اسيتايل كولين زي ما انتم شايفين هو ليه اجونست ها؟ لما بيمسك يتكسر يتشال وبعدين يجي واحد تاني يمسك بس اللي بيكسره حاجه اسمها ايه؟ ترو كولين ستريس انزايم. ده النورمال لحد كده واضح النورمال؟ طيب تعالى بقى نشوف السكسنال كولين هيعمل دخل مسك في الريسبتور. اول ما هيمسك في الريسبتور هيعمل ديبولاريزيشن. اول ما هيعمل ديبولاريزيشن ايه اللي هيخرج من مكانه جوه المصل؟ الكالسيوم. والكالسيوم لو خرج هيبتدي يعمل ايه؟ هيبتدي يعمل كونتراكشن. الكالسيوم خرج عمل كونتراكشن دخل تاني خلاص. بس السكسنال الكولين المفروض هنا عندي فيه ايه؟ ترو كولين ستريس. هو ترو كولين ستريس يقدر يكسر السكسنال الكولين؟ لا. فالسكسنال الكولين قاعد صح كده؟ يبقى هو تاني اول ما مسك عمل ايه؟ ها؟ عمل ديبولاريزيشن. خرج مين؟ خرج الكالسيوم. فالكالسيوم عمل ايه؟ عمل كونتراكشن صح كده؟ وفضل ماسك في الريسبتور ما اتكسرش. المفروض الترو ده ما يجيش جنبه ما يقدرش يكسره. طب امال مين اللي يكسره؟ هيجيله من الدم مين؟ ها؟ هيجيله من الدم السودو كولين ستريز انزايم. هو ده اللي المفروض ايه؟ المفروض يكسره صح؟ فطول ما هو موجود هو مش متكسر وقاعد على الريسبتور. طيب يبقى اول حاجه اول ما مسك عمل ديبولاريزيشن والديبولاريزيشن استمر. ليه استمر؟ لانه ايه؟ لانه لسه ماسك في الريسبتور. اول ما مسك وعمل ديبولاريزيشن عمل انيشال كونتراكشن. بعد شويه ما هو المصل دي برضو ليها قدره على الكلام ده. هو ممكن يفضل ماسك بس غصب عني بقى غصب عننا كلنا التشو اتمنى بقول لكم ان الجسم بيدافع عن نفسه فيبتدي يحصل ايه؟ يبتدي يحصل كده ريبولاريزيشن بالراحه شويه ببطء. ريبولاريزيشن الريبولاريزيشن ده خروج ايه؟ انهي ايون اللي بيخرج في الريبولاريزيشن؟ خروج بوتاسيوم اهو. المصل هيبتدي يحصل ريبولاريزيشن ولكن مفيش ريسبونس للمصل دي. المصل ستيل بارالايزد. اقولها تاني صح كده عشان نفهمها. اول ما بتدي السكسنال كولين اول ما بيمسك في الريسبتور بيعمل انيشال اكتيفيشن. يعني ايه انيشال اكتيفيشن؟ نمره واحد يعمل ديبولاريزيشن. الديبولاريزيشن ده يطلع لي مين؟ يطلع كالسيوم. الكالسيوم يعمل ايه؟ يعمل كونتراكشن. وبعد كده في اي انسان طبيعي جدا الكالسيوم بيخش يختفي تاني. يبقى اول حاجه عملتها عملت انيشال كونتراكشن وبعدين الكالسيوم اختفى فتبدا العضلات يحصل فيها ايه؟ يحصل فيها باراليسيس. لو انا عايز اعمل كونتراكشن فيها تاني اعمل ايه؟ ها؟ خلينا نرجع لانه فاكرين النورمال؟ ها؟ اهو. اعمل ايه عشان اعمل فيها كونتراكشن تاني؟ اشيل السكسنال كولين صح؟ واجيب موليكيول اسيتايل كولين يمسك هيطلع الكالسيوم ويعمل لي كونتراكشن. ولكن الوضع هنا مش كده. ايه اللي حاصل هنا؟ ها؟ السكسنال كولين فضل ايه؟
ماسك وعامل سستيند ديبولاريزيشن. فالمصل اول ما خرج الكالسيوم ما اثرتش، راحت عامله ايه؟ راحت عامله كونتراكشن والكالسيوم دخل خلاص. فالمصل ابتدى تحصل فيها ايه؟ يحصل فيها باراليسيس ومفيش اي حاجه هتحركها. ليه مش هتتحرك؟ لان مين لسه قاعد على الريسبتورز؟ ساكسينايل كولين قاعد على الريسبتورز. بعد شويه يبتدي يحصل ريبولاريزيشن بس بطيء، واحده واحده كده بالراحه. وفي نفس الوقت يبدا يجي من الدم مين؟ ها السودو كولين. يعمل ايه في الساكسينايل كولين؟ يكسره. فابدأ اخش في الفيز الثانيه او الثالثه بقى لو زي ما انتم عايزين. بيبتدي يحصل ريبولاريزيشن، ها اهو. بس الريبولاريزيشن ده تفتكر هيبقى فيه ريسبونس ان يحصل فيه كونتراكشن في المصل؟ ليه؟ اولا الريفرجن بطيء جدا، ها؟ نمره اثنين ساكسينال كولين لسه على الريسبتور ما مشيش، وبالتالي مش هيحصل فيه كونتراكشن تاني. يبقى تعالوا بقى نلم اللي حصل مع الساكسينال كولين، صحصحوا كده عشان نشوف ايه اللي حصل. اول ما هتدي ساكسينال كولين اول حاجه هيمسك فين؟ هيمسك في الريسبتور. ها عمل انيشال، عمل ديبولاريزيشن، اتشال من على الريسبتور ولا فضل ماسك؟ فهنا الديبولاريزيشن استمرت ولا لا؟ استمرت. اول ما هيعمل ديبولاريزيشن مين اللي هيخرج من مخبأه؟ كالسيوم. يعمل ايه؟ يعمل كونتراكشن. والكالسيوم دخل خلاص، دخل المخزن. دي حاجه طبيعيه، ده فيسيولوجي مش انا اللي عامله. فالمخزن الكالسيوم يطلع ويدخل ويدخل يطلع ويدخل. طلع الكالسيوم عمل كونتراكشن دخل، فالكونتراكشن ابتدى ايه؟ يفك ودخل العيان في باراليسيس. طب يا عم انت مفيش كونتراكشن تاني؟ لا مفيش. ليه؟ لان الساكسينايل كولين ها ماسك على الريسبتور وعامل ديبولاريزيشن ومفيش حاجه هتشغل الريسبتور. خلاص انا احتليت الريسبتور والريسبتور ده مش هيشتغل. بعد شويه ها يبتدي يحصل ايه بالراحه؟ ريبولاريزيشن. وخد بالك البوتاسيوم ابتدى ايه؟ ها يخرج واحده واحده بالراحه. طيب هل المصل تقدر تعمل كونتراكشن؟ لا. لسبب ايه هو؟ ان الريبولاريزيشن ده مش سريع، مش عنيف قوي، ولسه مين ما اتكسرش؟ ساكسينايل كولين. امتى المصل تفوق؟ لما اعمل ايه في الساكسينايل كولين ده؟ لما اكسره ابقى في المصل في الحاله دي تفوق. يبقى ايه الفيزز بتاعت الساكسينايل كولين؟ نمره واحد اول ما هيمسك هيعمل ديبولاريزيشن، والديبولاريزيشن سستيند. واول ما هيعمل ديبولاريزيشن هيبقى فيها حاجه اسمها انيشال كونتراكشن. هنا مش بنحب نسميها كونتراكشن، بنسميها هو كونتراكشن، هي بس بنسميها فاسيكيوليشن. ايه الفرق؟ كلمة كونتراكشن دي حاجة سيستماتايز، يعني انا بعمل كونتراكشن في العضلة كلها وبالتالي بتدي فانكشن. امال ايه اللي بيحصل مع الساكسينايل كولين؟ هو بيخش على الفايبرز، ياخد فايبر ياخد فايبر ياخد فايبر، فكل فايبر مع ايه؟ مع نفسها. عشان كده بنسميها فاسيكيوليشن. محدش يتلخبط، هي الفاسيكيوليشن كونتراكشن بس ايه؟ كل ايه؟ كل فايبر لوحدها. عشان ليه بنسميها الرفه؟ عارفين حكايه الرفه دي؟ فدي اللي هي بنسميها فاسيكيوليشن. لكن هي ها هي كونتراكشن بس ايه؟ كل فايبر لوحدها. وبعدين اخش في الفيز الثانيه، يبتدي يحصل ايه في الساكسينايل كولين؟ ها ريبولاريزيشن. بس هتريسبوند لاي ستيمولس تعمل كونتراكشن؟ لا، تفضل برضه ريبولارايز ولكن نوت ريسبوندنج للاسيتايل كولين اللي موجود معاها في الحته دي. حلوه. طب الادويه دي بقى سواء ده اولا هياخدوا المصل، بياخدوا المصل يبداوا منين؟ يبداوا من الاطراف ويخشوا على السنتر.
يبدا من الاطراف الايدين والرجلين ويطلع على السنتر. اخر مصل اخر مصل ياخدها هي اللي هي مين؟ الدافرين. طيب الادويه اللي بتعمل شلل في العضلات، شلل دي بتعمل شلل دي هستعملها في ايه؟ تعالوا نشوف اليوسز بتاعها. نمره واحد، دي غالبا ادويه لا تستعمل الا في السيرجن، في الجراحات. ليه في الجراحات بنستعملها؟ انا عايز العضلات تبقى مشلوله. عايزها تبقى مشلوله. ليه بقى؟ انا حاجي افتح في بطن عيان وعايز اعمل ريتراكشن، بفتح العضلات عشان الجراح يعرف يشتغل في الابدومين. طب ما العضلات دي لو فيها تون هتزق معايا؟ مش هتزق معايا. فانا بدي حاجه تعمل فيها ايه؟ باراليسيس. فلما يجي يعمل ريتراكشن ويفتحها تتفتح معاه بسهوله. يبقى ده اول استعمال ليه. هو بيستعمل في السيرجن علشان اقدر ان انا اشد العضلات وتبقى بارالايز واقدر اتعامل معاها. يبقى نمره واحد بيستعمل في السيرجن. نمره اثنين برضو في السيرجن. ممكن نستعمله، انتوا عارفين هي لما نيجي نخدر عيان بنخدره ازاي؟ في بروسس في التخدير. اول حاجه انا بديله حاجه اي في، الاي في دي بتعمل له ايه؟ لو اي حد فينا دخل اوضه عمليات بيجي الدكتور يقول له ايه؟ هديك الحقنه دي وعد من واحد لكام؟ 10. ده دماغه مصفحه. ده لو جبت اثنين تبقى نايف وبريء. لو عديت لا يعني كده هتعامل معاك بطريقه ثانيه. الحقنه دي بتنيمه لمده 10 دقائق ربع ساعه بس. طبعا ما فيش عمليه بتقعد 10 دقائق ربع ساعه. هو انا في ال 10 دقائق دول بقى بعمل ايه؟ ببدا احط له تيوب تخش في التراكيه وامشي فيها غاز او ليكويد فولاتايل ليكويد عشان اخدره زي ما انا عايز بقى، اخدره لمده ساعتين ثلاثه اربعه بس بالايه؟ باللي هو الفولاتايل ليكويد. يعني انت حضرتك محتاج ايه؟ محتاج تحط التيوب فين؟ في التراكيه صح؟ طب انت هتعرف تحطها في التراكيه ازاي والعيان رقبته فيها تون في المصل؟ هتعرف؟ فبتقوم مدي ايه في البدايه؟ تدي كده حاجه زي الساكسونايل كولين. يعمل ايه في العضلات؟ يعمل باراليسيس في العضلات. فيجي الدكتور التخدير وهو بيحط التيوب يبقى الدنيا سهله، يحط التيوب بسرعه. انا ببقى عايز احط التيوب بسرعه عشان العيان ما يبلعش هواء كتير. لازم احط التيوب لانه لو بلع هواء ودخل في بطنه وفي معدته ده ممكن يخليه ايه؟ يرجع. وبالتالي انا عايز حاجه تعمل لي باراليسيس بسرعه واركب التيوب دي بسهوله وكده انا جهزت العيان ده. امشي له ايه بقى؟ امشي له المخدر بتاعه. ده اللي هو بنسميها اندوتراكيال انتيوبيشن. يبقى لحد دلوقتي انا بستعمل الادويه دي في ايه؟ تجراح. هخدر العيان عشان الجراح يعرف يشتغل براحته على العضلات، او انا كدكتور تخدير عايز اركب الاندوتراكيال تيوب بدي حاجه تعمل لي مصل باراليسيس، وبالتالي في الحاله دي اقدر اركب التيوب بسهوله. يبقى لحد دلوقتي في الجراحه لسه. كنا زمان ودلوقتي طبعا الدنيا اختلفت شويه. انتوا عارفين في حاجه اسمها فنتليتور، جهاز تنفس صناعي. ايه جهاز التنفس الصناعي ده؟ ده حاجه بتحرك الشيست بتاع العيان. بس لا يعني دلوقتي في اجهزه تطورت بقت احسن، بقى نادرا ما نستعمل ده. طب انا حدي ليه بقى مصل باراليسيس؟ اعمل ليه مصل باراليسيس؟ عشان حركه العضلات تبقى ايه؟ سهله. ما يبقاش العيان عنده تون في عضلات الشيست. لان هو الجهاز بيعمل ده. انت بتدخل هواء، انت متخيل لو واحد بنفس القوه بتاعه العضلات ودخلت هواء في الرئه هتتمدد بسهوله ولا العضلات هتبقى قافله عليها؟ هتبقى قافله عليها. فانا بعمل ايه في المصل؟ بعمل باراليسيس عشان اقدر اعمل فنتليتور. بس خلينا فاكرين الدنيا اختلفت شويه دلوقتي، لكن ستيل من ضمن طرق انك انت تعمل فنتليشن انك انت برضو تدي حاجه زي اللي هم نيورو ماسكولار بلوكرز. استعمال رابع،
كلنا بنسمع عن اللي هو فكرة العلاج بالكهرباء. سمعتوا عن الناس اللي هي حتى في التمثيليات يجي يقول له ايه؟ والله لو ما تنميت وسكت خدوه كهربوه. طبعا دي حاجة سيئة جدا جدا جدا، بتدي انطباع ان العلاج بالكهرباء ده عقاب. العلاج بالكهرباء ده مش عقاب حضرتك. احيانا يبقى ده العلاج الوحيد اللي هينفع في الوقت ده مع المريض. مش هخش في تفاصيل، عنده ديبريشن، عنده مانيا، مش قضيتي. بس العلاج بالكهرباء اللي هو كهربة المخ ده مش عقاب. اوعى حد يتخيل ان ده عقاب. كل التمثيليات بتاعتنا مصوره عقاب، دي قضيتهم هم. لكن ده في حالات معينه يبقى الحاجه الوحيده اللي لازم تعملها للمريض هي الجلسه دي. بتشوفوه بقى لما يجي في فيلم ولا حاجه زي كده، بتحط العين على ترابيزه، ها، واول ما بيتعمل له اللي هو الالكترو كونفالسيف ثيرابي دي، العين جسمه بايه؟ بيتنفض. طب النفضه دي مش ممكن تخلي جسمه يتنفض جامد ويقع من على الترابيزه ويحصل له كسر؟ انا حدي ده ليه؟ ها، مفيش. اولا ده ما بيشتغلش على البرين خالص، ما بيعديش البرين، وبالتالي كل عضلاته هتبقى ايه؟ بارالايزد. ما يحصلش النفضه الجامده دي، ما يحصلوش اي مشاكل من الكونتراكشن اللي حصل في المصل. اوكي، يبقى تعالى بقى نلم بسرعه كده قبل ما نخش في تفاصيل شويه مع الدراجز. احنا اتفقنا ان انا عندي النون ديبولارايزنج، المين ميكانيزم بتاعها هو ايه؟ كومبيتيشن. مع مين؟ مع الاسيتايل كولين على الان ام ريسبتور. ده اهم حاجه نبقى عارفينها. الديبولارايزنج هو الساكسينايل كولين، وده بيمر بكام فيز؟ ثلاثه فيز مثلا. نمره واحد، يمسك انيشال ديبولارايزيشن ويفضل ماسك، هيعمل انيشال كونتراكشن او فاسيكيوليشن، الاثنين واحد، وبعدين يبتدي يحصل ريبولاريزيشن، بس مفيش اي ريسبونس لاي اسيتايل كولين موجود. الادويه دي بتستعمل فين؟ بتستعمل في الجراحه، بتستعمل عشان يعمل مصل باراليسي يبقى ده سهل للجراح، بتستعمل عشان الاندوتراكيال انتيوبيشن، بتستعمل في الالكترو كونفالسيف ثيرابي، بتستعمل في لو انا عايز اعمل فنتيليشن للعيان. دي كلهم نفس الاستعمالات دي. انا بقى بستعمل مين وبفضل مين؟ دي حاجه ثانيه. طبعا الساكسينال كولين فيه ميزه خطيره جدا ان هو اسرع واحد يشتغل واسرع واحد يخلص، لكن ممكن استعمل غيره، لكن هو اكتر حاجه بتستعمل هو الساكسينال كولين. تعالوا بقى نمسك ايه؟ نمسك كده النون ديبولارايزنج ونشوف الممبرز بتاعتهم، وبعدين نمسك الساكسينال كولين ونشوف عيوبه ايه. هنبدا بال نون ديبولارايزنج. اول واحد في النون ديبولارايزنج كان اسمه دي تيوبو كيرارين. زي ما قلت بندلعه بنقول عليه كيرارين. ده كان بيستعملوه طبعا عشان يصطادوا بيه حيوانات. سهم، السهم ده ما فيه تيوبو كيرارين، اول ما يوصل للبتاع بيحصل له شلل في العضلات، فخلاص بقى كده سهل السيطره عليه. فده اللي هو الدي تيوب كلارين. الدي تيوب كلارين لما جينا نستعمله لقينا فيه شويه مشاكل. نمره واحد، بيطلع هيستامين. طب وايه يعني لما يطلع هيستامين؟ لا ده يعمل حاجتين. يعمل الرجي، صح؟ يعمل ايه في البرونكاي؟ يعمل برونكوسباز. يعمل ايه في الضغط؟ يوطي الضغط. ده هيستامين. يبقى الهيستامين عمل لي برونكوسباز، وطى الضغط، وعمل الرجي.
لسه. كمان كان بيقفل الجانجليا. وقفل الجانجليا دي كان يوطي الضغط بتاع العيان. يعني كده العيان ده ضغطه هيوطى بحاجتين بسببين، مين ومين؟ الهستامين نفسه فازو دايليتور بيوطي الضغط، وان هو يطلع او يعمل جانجليا بلوكيد وده يوطي ضغط العيان. الدي تيبيكرارين ما اقدرش استعمله في رينال امبيرمنت، لان هو الاليمينيشن بتاعه بيبقى رينال. الاليمينيشن بتاعه رينال. لهذا السبب بقى ابتدينا نطلع ايه؟ ابتدينا نطلع جروبس كتيره قوي من الادويه دي. فطلع عندي اول مجموعه هي تشبه كلهم يشبهوا التيبيكال كلهم، بس في اول مجموعه كونترا انديكيتد برضو في الرينا امبيرمنت. يعني انا عندي التيبيكلارين ما استعملش في الرينا امبيرمنت، وطلعنا حتى حاجات ثانيه برضو لا تستعمل في الرينا امبيرمنت. طلع مين؟ طلع اثنين، طلع اللي هو الميفاكيوريوم، وطلع حاجه اسمها بان كيرونيا. كل واحد من دول الميفاكيوريوم ده كان فيه حاجه كاركترستيك، ان هو تقريبا الوحيد في الجروب ده كله اللي بيتكسر بالسودوكولين استريز، مش مهم قوي لكن بيديله شورت ديوريشن. البانكيرونيوم كان فيه عيب وحش قوي. البانكيرونيوم كان عيبه ان هو بيقلل الفيجاس وبيزود الهارت ريت. طب وايه يعني لما زود لي الهارت ريت؟ ما اقدرش اضيف عيان عنده ايه؟ ما اقدرش اضيف عيان عنده اريزميا او عنده تاكي كارديا. يبقى ادي اول ثلاثه اهم يا جماعه، الكيوريال الميفاكيوريا والبانكيلونيا مشتركين في ايه؟ كلهم ايه؟ ما يتاخدوش في الرينال امبيرمنت. وبعدين طلعنا بقى حاجات تانية، طلعنا حاجات بس لا تستعمل في الليفر فيلير، لا تستعمل في الليفر فيلير، كونترا انديكيتد في الليفر امبيرمنت. طلع مين؟ طلع الروكورونيوم، وطلع الفيكورونيوم. الروكورونيوم حاليا دي حاجه مهمه فيه، هو المنافس الاول للساكسيبايلكولين. المنافس الاول ليه؟ هو المنافس الاول ايه؟ ميزه الساكسيبايلكولين يشتغل بسرعه ويخلص بسرعه. الروكورونيوم زيه، بس في ميزه خطيره مش موجوده في الساكسيبايلكولين، هنعرفها لما نتكلم على الساكسيبايلكولين. طيب دلوقتي انا كده عندي مشكله، الادويه دي ما تستعملش في اللي عنده ايه؟ ها؟ رينال امبيرمنت. كويس، يعني لو جالي عيان عنده رينال امبيرمنت استعمل مين؟ ده او ده. طيب دول ما يستعملوش فين؟ في الليفر. يعني لو جالك عيان عنده ليفر امبيرمنت ها؟ استعمل ده او ده او ده. طب المشكله لو جه عيان عنده الايه؟ الاثنين، هستعمل ايه؟ عندي الحل ما تقلقوش، هستعمل حاجه اسمها اترا كيوريوم. ايه يا عم الاترا كيوريوم ده؟ ده لا بيتكسر ليفر ولا بيتكسر كدني، ده بيتكسر في التشو بحاجه اسمها هوفمان ديجراديشن. سبونتينيوسلي كده بيتكسر، وبالتالي العيان اللي عنده ليفر او عنده رينال امبيرمنت اللي عنده الاثنين واديت له اترا كيوريوم مفيش فيه مشكله خالص، لانه بيتكسر لوحده من غير ولا ليفر ولا كده. عيبه الوحيد، انه بيطلع هستامين. حليناها، طلعنا حاجه اسمها
سيس اترا كيوريا. يبقى تاني الممبر بسرعه. اول ممبر هو دي تيبيكارين. الدي تيبيكارين ما استعملش في الرينا امبيرمنت. وبعدين طلعنا بعد كده ممبرز كتيره قوي حاجات لا تستعمل في الرينا امبيرمنت. كان منهم الميفاكيوريا والبانكيوريا. يبقى التلاته دول ما يستعملوش فين؟ ها؟ في الرينا امبيرمنت. وبعدين طلعنا اثنين لا يستعملوا في الليفر امبيرمنت اللي هو الروكورونيوم والفيكورونيوم. والروكورونيوم الحاجه المهمه اللي فيه ايه؟ ها؟ انه بديل مين؟ اوعوا تنسوا الكلمه دي. اوعوا تنسوها ها؟ هو بديل مين؟ بديل الساكسونايل كولين. هنعرف دلوقتي امتى الجا له بدل الساكسونايل كولين. طلعنا حاجه بعد كده اسمها ايه؟ اتراكيوريوم. اتراكيوريوم ده ينفع فين؟ ينفع في الليفر وفي الرينال امبيرمنت لانه بيتكسر سبونتينيوسلي ومفيش فيه اي مشكله خالص. كانت مشكلته بيطلع مستنين. طلعنا حاجه اسمها سيس اترا كيو. طب دي الممبرز اللي احنا متعودين مع بعض يعني بنتفاهم فيها مع بعض، اوكي؟ فيعني محدش يقلق منها. هذه الحاجه مهمه، اهم حاجه عندي هنا في الممبر ان البروكرونيوم هو بديل الساكسونايل. طيب تعالى بقى حاجه مهمه هنتكلم على لو جاي عيان عنده توكسيستي من حاجه من دول. او قبل ما اخش في التوكسيستي، ايه الادويه اللي ممكن لو اديتها للعيان بوتنشيت الاكشن اوف كومبيتيتيف بالعقل؟ هو الكومبيتيتيف كومبيت مع مين؟ يبقى انت لو اديت حاجه تعمل ايه في الاسيتايل كولين؟ الدواء ده يشتغل ايه؟ احسن. فاكرين الحاجه في الانتي بايوتكس كانت بتقلل الاسيتايل كولين؟ في كده ممبر من انتي بايوتكس بس يعني مع امينو جلايكوسايد. امينو جلايكوسايد بيقلل الاسيتايل كولين. يعمل ايه في الاكشن بتاع الكومبيتيتيف تايم؟ ها؟ يقلل الاكشن بتاعه. سوري بوتنشيت الاكشن بتاعه. الجنرال انستيك بتعمل استابيلايزيشن في الممبرين وتقلل الريليس اوف اسيتايل كولين. فده بوتنشيت الاكشن بتاع النون ديبولارايزر. نصحصح بقى في الحته اللي جايه دي قوي قوي قوي. ازاي تعالج توكسيستي من حاجه من دي؟ دي بقى حته مهمه جدا نصحصح فيها. ينفع للكل. في حاجه قديمه قوي من زمان وسمعنا عنها قبل كده ودي تنفع لاي واحد من دول. اي واحد من دول ينفع الكلام اللي انا هقوله ده. بندي ايه؟ مش هو كومبيتيشن؟ ادي نيوستجمين. نيوستجمين ده كان بيعمل ايه؟ ده انهبت الكولين سترينث صح؟ فيزود لي مين؟ يزود الاسيتايل كولين فيعمل كومبيتيشن معا. طب ليه النيوستجمين مش فايسوستجمين؟ النيوستجمين كواترنال. لو قلنا كواترنال ما بيعديش. كل الادويه دي ما بتعديش. فمفيش داعي تدي حاجه ايه؟ تشتغل سنتر. دي نمره واحد، نمره اثنين. زي ما هتزود الاسيتايل كولين على ال ان ام هتزودها على الماسكارينك. فيعمل ايه لو الاسيتايل كولين زاد في الماسكارينك؟ برادي ها؟ كاردي ارتريتي ال. يعمل ايه في البرونكاي الاسيتايل كولين؟ برونكو سباز. انت عايز الكلام ده؟ قبل ما تدي النيستجمين كنا بندي اتروبي. يبقى هنا محدش ينسى ده. ليه بتدي اتروبين؟ عشان تمنع الماسكارينك اكشن بتاع النيستجمين. يبقى تاني علاج التوكسيستي بتاع النون ديبولارايزر ها للكل. اي ممبر من دول يمشي معاه انك تدي مين؟ نيوستجمين. وقبل مين؟ ليه بتدي اتروبين؟ عشان امنع الماسكارينك اكشن اوف نيوستجمين. وده يمشي مع اي ممبر من اللي انا قلت عليهم. طلع لنا بقى حاجه جديده
بس دي ما تنفعش مش لكل الممبرز، لا تصلح الا للروكورونيوم والفيكورونيوم. ادي تاني مره الروكورونيوم اهو، الروكورونيوم اللي هو كان ايه، هو بديل مين؟ وتنفع تعالج التوكسيستي بتاعته بمين؟ ها ينفع؟ اه ينفع. بس طلع حاجه بقى كاركترستيك لا تصلح الا للكولونيا والفيكولونيا معاها طبعا، لكن ما تجيش تقول لي اي حاجه من دول ينفع عليها. ده دواء اسمه ايه؟ اسمه سوجا مادكس. السوجا مادكس ده، السوجا مادكس ده حاجه بتخش على البلط تمسك في الدواء، يعني هو زي كده ايه، عارفين زي جراب، يقوم جاي واخد الدواء اللي في الدم ماسكه وحابس عليه كده. ايه اللي انا استفدته كده؟ تركيز الدواء في الدم ايه، هيقل، فيبدأ يسحب منين؟ يسحب من اللي موجود في التشو. ده ببساطة اسمه سوجا مادكس. هو بيخش، هو حتى كده يقول لك انكابسوليت، يعني يحيط بالدواء في البلط، فتركيزه في الدم يقل وتسحب من اللي موجود على التشو، بيبدا العيان يفوق. طبعا ده سحر بالنسبه للروكولونيوم، سحر. ليه سحر؟ فيري رابيد اونست، بيشتغل بسرعه جدا. وفي ميزه ثانيه، هتدي قبليه اتروبين؟ لا طبعا مش هدي قبليه اتروبين. كويس، يبقى بالنسبه للجزء اللي هو النون ديبلورايز، اهم حاجه واضح ان في منبر مهم قوي هو الروكولوني. الروكولوني في حاجه كاركترستيك، هو بديل السكسونال كولين، هو اللي بيستعمل انه رابيد اونست ورابيد وشورت ديوريشن، وليه كاركترستيك انتيدوت اللي هو السوجا مادكس، كاركترستيك انتيدوت ليه. دي مجموعه اللي هي النون ديبلورايز. طيب تعالوا بقى نبص للساكسينايل كولين. هنبدا نتكلم على ايه بقى عيوب الساكسينايل كولين، ادفرس افكت للساكسينايل كولين. الساكسينايل كولين فيه ميزه خطيره جدا ان هو رابيد اونست شورت ديوريشن، وده تقريبا اكتر حاجه بتستعمل في العمليات الجراحيه، اكتر حاجه بنستعملها في الاندوتراكيال انتيوبيشن، اكتر حاجه بنستعملها في الالكتروكونفالسيف ثيرابي، بتستعمل كتير قوي لانه في الميزتين دول، بيشتغل بسرعه ويخلص بسرعه. ايه عيوبه؟ هفكركم اللي بيحصل في الساكسينايل كولين. ادي مصر، احنا قلنا الساكسينايل كولين بيمسك فين؟ في الـ NM ريسبتور، صح؟ مين اللي بيكسره؟ حاجة اسمها إيه؟ سودو كولين استريز جاي من الدم، يبدأ يكسره، جميل. لو السودو كولين استريز ما كسروش، هو هيفضل إيه؟ يفضل ماسك، وعامل إيه في المصل؟ عامل باراليسيس، كويس. اول ما بيمسك اتفقنا مع بعض، ها الكالسيوم ايه؟ طلع، عمل ايه الكالسيوم؟ عمل انيشال كونتراكشن، وبعدين طبيعي في المصل ده حاجه طبيعيه، الكالسيوم ايه؟ دخل، صح كده؟ فحصل ايه في المصل بعد الكونتراكشن؟ بقت بارالايزد. ده لما هتدي ساكسينايل كولين في واحد عادي. لكن في بقى حاجه سمعنا عنها زمان، فارماكو جينيتك ديفكت او ايديوسينكراتيك. ايه بقى الايديوسينكراتيك؟ دي حاجه نتيجه جين ديفكت. كويس، اول عيان جاي لي جينيتك ديفكت نقص في السودوكولين استريز، مفيش سودوكولين،
خد بالك انا ما قلتش ترو، لان الترو كولين استريز اسينشال فور لايف، محدش يقدر يعيش من غيره، لكن ده يفضل عايش العمر كله ولا حد يحس بيه الا لو خد حاجه تبينه. ها العيان ده لو عنده نقص في السودو كولين استريز يحصل له ايه؟ prolonged duration of succinyl choline، صح؟ هو السكسنال كولين بيعمل مصل باراليسيس، اخطر مصل بعد ما ايه؟ السبايلاتوري. فحاجه سمعنا عنها زمان اسمها سكسنايل كولين ابنيا. يعني ايه سكسنايل كولين ابنيا؟ نقص في السودو كولين استريز. ده ممكن يبقى جينيتك، هي حاجه تكوير، الناس اللي عندها ليفر ممكن يبقى عندها نقص فيه، لكن معظم الحالات بنشوفها جينيتك ودي ايديوسينكراتيك. فيحصل سكسنايل كولين ابنيا، اعالجه ازاي؟ اديله سودو كولين استريز. اجيبه منين؟ مفيش دواء في السوق سودو كولين استريز. حد جنبه لازم اخد فريش بلاد، فريش ما يكونش متخزن. طب لو ما عنديش فريش بلاد بحطه بقى على جهاز تنفس صناعي لحد لما يفوق منه. خد بالك ان نقص السودو كولين استريز مش لازم يبقى 100%، ممكن يبقى ايه؟ قليل بس مش الطبيعي بتاعه. هيفوق بس هياخد ايه؟ هياخد وقت عبال ما يفوق. وفي الحاله دي بفضل محطه على ايه؟ جهاز تنفس صناعي لحد لما يفوق. بعض الناس بتقول طول ما هو في، احنا قلنا في فيز ديبولاريزيشن وبعدين الريبولاريزيشن. في ناس بتقول طول ما هو في فيز الديبولاريزيشن ما تقدرش تعمل له حاجه غير انك تحطه على جهاز تنفس صناعي. وفي بعض الاراء بتقول لك لما ينقل على الريبولاريزيشن فيز احتمال يستجيب، ممكن يستجيب لدوز عاليه من الاسيتايل كولين. ففي ناس بتقول لك ادي النيرس تجميل. المشكله في الحته دي حاجه، انك انت لو في اوضه العمليات لازم يبقى عندك جهاز معين تعرف تفرق بين اي فيز. لو ما عندكش الجهاز ده مش هتعرف تعمل حاجه. بمعنى لو هو في الريبولاريزيشن فيز ممكن يستجيب لمين؟ للنيرف تجميل، بس شطارتك انك تشخصه. مش اي اوضه عمليات فيها الجهاز ده. لو ما عندكش الجهاز ده اسكت وخليك ماشي على جهاز تنفس صناعي لحد لما يفوق العيان بتاعك. حاجه ثانيه، المفروض ان في كارير هنا بيدخل الكالسيوم. العيان ده عنده نقص في الكارير، والكارير ده بروتين وفي جين مسؤول عنه والجين مش موجود. هيحصل ايه؟ سكسنايل كولين طلع الكالسيوم، يجي الكالسيوم يخش يفضل الكالسيوم بره. طول ما هو بره يعمل ايه؟ ها؟ كونتراكشن. والكونتراكشن تعمل ايه في الحراره؟ دي كنا بنسميها مالجننت هايبرثيرمي. مالجننت هايبرثيرمي ايه اللي عملها؟ مين اللي بره؟ ها؟ الكالسيوم. طول ما الكالسيوم بره في كونتراكشن وفي مالجننت هايبرثيرمي، صح؟ موت لي الكالسيوم ده. ارجعوا الاول المحاضره، فاكرين الدواء اللي كان بيكسر الكالسيوم كان اسمه ايه؟ دانترولين. والدانترولين هو السبيسيفيك انتيدوت بتاع السكسنايل كولين مالجنانت هايبرثيرمي. مالجنانت هايبرثيرمي فكان اسمه دانترولين، هو ده احسن واحد، او هو دراج اوف تشويس في المالجنانت هايبرثيرمي لان هو بيكسر الكالسيوم. طبعا انا متوقع منه انه يعمل سيفير ماسل ويكنس، صح؟ بس خد بالك، انتوا عارفين احنا لسه بنقول دي مالجنانت هايبرثيرمي، مش مالجنت معناها كذا. لان درجه الحراره بتوصل لفوق ال 42، وال 42 دي ايه؟ فيتال، دي بتموت. فالعيان ما قدامكش حل، لو ما عندكش دانترولين العيان راح منك. فالدانترولين هنا هو السبيسيفيك انتي دوت بتاعك. العيان بقى اللي دخل لي اوضه العمليات
وحصل منه ساكسينال كولين افنيا او حصل منه مالجنت هايبر سيربيا، ما يخرجش من اوضه العمليات الا من المستشفى الا بورقه. من فضلك اي حته تروحها بعد كده الورقه دي معاك. انت المره دي عديت من مالجنت هايبر سيربيا، مش ضمن المره الجايه تعدي منه، وبالتالي فيفضل العمر كله مع الورقه دي. معنى كده انه ايه؟ ها؟ ما ياخدش تاني ما ياخدش تاني ساكسوناري. اديله مين بقى؟ الروكورونيوم. اللي هو بيشتغل ازاي الروكورونيوم؟ ها؟ الروكورونيوم اللي هو ايه؟ كومبتيتيف ولا ديبولارايزنج؟ كومبتيتيف. العيان اللي جاله مالجنت هايبر سيرميا او ساكسوناري كولين افيا وجه يعمل عمليه تاني، تديله ساكسوناري كولين؟ تديله مين؟ روكورونيوم. حلو. يبقى الاثنين دول يا جماعه خدوا بالكم دول جينيتيكالي ديتيرمين، يعني هنسميهم ايه؟ ايديو سينكراتيك ادفرس افكت للساكسوناليتي، صح؟ في بقى حاجات تانيه بتحصل منه بس مش ايديو سينكراتيك، دي دوز ديبندنت. احنا اتفقنا هيعمل ايه في كل عضلات الجسم، كل عضله ايه؟ بتتنفض، صح؟ طيب تعال بص كده بقى، لو واحد كل عضلاته اتنفضت، ها، ده لما هيفوق من العمليه هيحس بايه في عضلاته؟ سيفير بين، وبالتالي ممكن يعمل بين بوست اوبرات. طب لو جالي واحد بقى، ها، عنده سيفير ماسل تروما، حادثه، واخد ماسل تروما جامده، العضلات بتاعته متقطعه، في حادثه جامده وعضلاته يعني فيها كده متقطعه كتير، ده اديله ساكسوناري كولين؟ ما ينفعش. هو اوريدي ده عنده سيفير بين وعنده ماسل لاسيريشن عالي قوي، وهو الساكسوناري كولين بيعمل ايه في كل العضلات؟ بيعمل فاسيكيوليشن او كونتراكشن، وبالتالي ده ما ياخدش ايه؟ ما ياخدش ساكسوناري كولين. اديله مين؟ ها؟ ها؟ اللي هو مين؟ اللي هو بيشتغل كومبتيتيف، اللي هو الروكورونيوم. طيب كمان لما يحصل ماسل فاسيكيوليشن في الابدومينال ماسل، عضلات البطن تقعد تحصل فيها كونتراكشن، ممكن يعمل ايه في البريشر جوه؟ واما بتزود الانترا ابدومينال بريشر يحصل ايه؟ يحصل فوميتنج. ادي تاني حاجة ممكن تحصل من الفاسيكيوليشن. يبقى نمرة واحد بوست اوبراتيف ماسل بين. نمرة اتنين ممكن يحصل فوميتنج في العملية بسبب الماسل كونتراكشن. نمرة تلاتة ممكن يزيد الانترا اوكيولار بريشر برضه بسبب الفاسيكيوليشن اللي بتحصل. يعني الفاسيكيوليشن دي بتعمل لي ثلاث حاجات، ايه وايه وايه؟ بوست اوبراتيف ماسل بين، تعمل فوميتنج، تزود الانترا اوكيولار بريشر. طيب ده لسه فاكرين وانا بقول لكم، فاكرين لما كان بيحصل دي بولاريزيشن وري بولاريزيشن ببطء، صح؟ كان ايه الري بولاريزيشن ده؟ خروج مين؟ هو في الطبيعي، في الطبيعي في اي سيلف دي بولاريزيشن ري بولاريزيشن، يعني صوديوم يخش بوتاسيوم يخرج ويتظبطوا على طول، صح؟ طب هنا البوتاسيوم بيخرج والري بولاريزيشن بطيء، صح؟ هنا في ريسك ان يفضل البوتاسيوم بره ايه؟ عادي، وده يعمل حاجه اسمها هايبر كاليميا. يبقى في هايبر كاليميا ممكن تحصل، وبالتالي البوتاسيوم ده انترا ولا اكسترا سيلر؟ بوتاسيوم انترا. حلو. لو جالي عيان عنده مصل تروما جامده وبيرن حرق، هو العيان ده اصلا اللي عنده بيرن اصلا ايه وضع البوتاسيوم فيه تفتكر؟ ليه عالي؟ ما هو البيرن ده انت ايه؟ انت كسرت السيلز،
فاوريدي البوتاسيوم الريسك عنده في البوتاسيوم ايه؟ عالي شويه. قلنا عيوبه 2 ايديوسينكراتيك مالجنانت هايبرثيرميا و ساكسيدال كولين ابنيا نتيجه الفاسيكيوليشن بيطلع ممكن يعمل لي فوميتنج، ممكن يعمل مع المريض يزود الانترا اوكلر بريشر ويعمل بوست اوبراتيف ماسل بين، كمان ممكن يعمل هايبر كاليميا. في حاجات ما اقدرش استعمل فيها الساكسيدال كولين زي ماسل تروما اكستنسيف ماسل تروما زي البيرن زي الباست هيستوري اوف ساكسيدال كولين ابنيا او مالجنانت هايبرثيرميا. في الحاله دي البديل بتاعه اللي هو بيشتغل كومبيتيتيف هو الروكولين. لو حصل توكسيستي من الادويه دي اللي هي كل الماسل ساكسيدال كولين قلنا ملوش علاج، علاجه ان انا بستنى. لو هو فيز 1 هتدي فريش براد وتستنى، ولو فيز 2 وشخصتها ممكن تدي النيوستجمين. طب النون ديبولارايزنج قدامي حاجتين، هتدي نيوستجمين قبليه اتروبين وده ينفع في مين؟ الكل، اي واحد ينفع فيه الكلام ده. عندي الروكورونيا والفيكورونيا ممكن ادي حاجه اسمها السوجا مادكس.